السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلام. مكمل بلاتينيوم مالتي فيتامين من انتاج شركة ماسل تيك الغنية عن التعريف والرائدة في عالم المكملات الغذائية في اوروبا وفي امريكا بالذات. مكمل بلاتينيوم مالتي فيتامين حقق نجاح كبير جدا جدا اول ما اتعرض في السوق، وكل المواقع اللي عرضت المكمل ده باعت منه كميات كبيرة جدا. المكمل مكون من 18 نوع من الفيتامينات والمعادن اللي بيحتاجهم جسمك على مدار اليوم، ومكون كمان من مستخلصات عشبية وأعشاب طبيعية 100%. فزي ما احنا متعودين قبل ما بنحكم على المكمل نشتريه ولا لا أو نشوف مكوناته، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونكمل. مكونات مكمل بلاتينيوم مالتي فيتامين، المكونات اللي هنقولها دلوقتي هي بتاعت جرعتك اليومية، وجرعتك اليومية عبارة عن 3 كبسولات في اليوم. يعني اللي احنا هنقوله دلوقتي هي مكونات الجرعة اللي هتخش جسمك على مدار اليوم. اول حاجة في 3000 ميكرو جرام من فيتامين الف، وفي 10 ميلي جرام من فيتامين بي 6، و135 ميلي جرام من فيتامين جيم، و40 ميلي جرام من فيتامين ه، و20 ميلي جرام من الثيامين، و60 ميلي جرام من النياسين، وفي 39 ميلي جرام من مستخلص الشاي الاخضر، وفي 100 ميكرو جرام من فيتامين بي 12، و145 ملي جرام من المغنيسيوم، و10 ملي جرام من الصوديوم، و35 ملي جرام من البوتاسيوم، و5 ملي جرام من القهوة الخضراء. ودي كانت اهم مكونات بلاتينيوم مالتي فيتامين. المكمل باين عليه كده جامد. طب ايه هي فوائد المكمل ده؟ اول فايدة ليه انه هيسد احتياجك من الفيتامينات والمعادن اللي بيحتاجها جسمك على مدار اليوم. تاني حاجة من فوائد المكمل ده انه فيه محفزات لهرمون الذكورة، اذا في زيادة في العضلات وتضخيم في العضلات في وقت قصير. تالت حاجة من فوائد المكمل ده انه هيحافظ دايما على نشاطك، وهيحافظ دايما على المود بتاعك، ودايما في باور على مدار اليوم. رابع حاجة من فوائد المكمل ده انه في مركبات هتساعد الجسم على التمثيل الغذائي، وهترفع من حرق الدهون او نسبة حرق الدهون في الجسم، لان في مستخلص الشاي الاخضر ومستخلصات القهوة الخضراء. اضرار المكمل، المكمل تقريبا ملهوش اي اضرار، محدش اشتكى منه، بل بالعكس كله شكر فيه، كله قال ان في فرق فعلا في الصحة والباور والمود على مدار اليوم، فدايما كان في نشاط وحيوية وهم بيستخدموا المكمل ده. طريقة استخدام مكمل بلاتينيوم مالتي فيتامين، هتستخدم 3 اقراص يوميا كلاعب حديد او كشخص عادي، هتستخدمه مع اي وجبة على مدار اليوم. بس انا بقول لك خليك دايما مع الفطار، يعني خلي جرعتك اليومية، خد الثلاثة كبسولة مرة واحدة عادي مفيش اي مشاكل، خدهم بعد الفطار علشان جسمك يبقى خد المعادن والفيتامينات المحتاجها على مدار اليوم في وجبة واحدة. ده تقريبا كان كل حاجة عن مكمل بلاتينيوم مالتي فيتامين من انتاج شركة ماسل تيك. وما تنساش لو انت على اليوتيوب تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، تقول لي ايه رايك في الفيديو، تقول لي الفيديو اللي انت عايز نصوره المرة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.